que d'aller à Manchester United. Ouais. OK. بهذا التصريح كان أنطوان غريزمان قد كتب الحلقة الأولى من مسلسل الرحيل إلى مانشستر، مسلسل دام حوالي 10 أيام قبل أن يعود غريزمان لكتابة الحلقة الأخيرة، حلقة ألغي الرحيل عنوانها والوفاء رسالتها. الدوري الفرنسي اختار الوفاء لفريقه أتلتيكو مدريد الذي منع رسميا من إجراء تعاقدات حتى العام 2018. غريزمان الذي كان قد رجح فرضية الرحيل ب60% عدل عن رأيه موضحا أن رحيله سيشكل ضربة قذرة لفريقه الذي يمر من فترة صعبة، فريق في حاجة إلى اتحاد مكوناته أكثر من أي وقت مضى حسب تغريدة النجم الفرنسي. قرار محكمة التحكيم الرياضي بتثبيت عقوبة الحرمان من التعاقدات في حق أتلتيكو مدريد تبث معه أقدام غريزمان في مدريد لموسم آخر على الأقل. تعرض أيضاً